السلام عليكم، معك أبو الشاذ الزرات صاحب شركة زيربو ترونس للنقل بمدينة فاس. أخويا الحمد لله هذه الفكرة يعني ماشي أول مرة، هذه راه منذ الجائحة وإحنا الحمد لله كان نستطيع باش كنوفروا وسائل النقل بالمجان للناس اللي كتبغي تتبرع بالدم، لأن هذا واحد العمل الخيري اللي يجزى عليه اللي كيمشي يتبرع أكثر منا حنا اللي حاطين وسائل النقل. وكنتمنوا ونفرحوا ملي كنشوفوا الناس كتعيط لنا وكتبغي تمشي تتبرع. كذلك بغينا التعمم في جميع مناطق المغرب، لأن كاين الناس مساكن الله يكون في العون ظروفها المادية ما يسمحليش باش أنه يتنقل، وخاصة في شهر رمضان لأن كيكون التبرع إلا مور المغرب يعني بالليل، ما كتكونش الظروف المادية ديالو مسكين الاستطاعة باش أنه يتنقل عبر سيارة الأجرة الصغيرة لا في الذهب ولا في الإياب. يعني هو الفكرة راه عنده ولكن مسكين يعني الناحية المادية ما يمكنلوش إلا وكيقدر أنه ما كيمشيش. حنا كنقولوا كنوفروا هاد وسائل النقل طيلة شهر رمضان الكريم، وانت من غير شهر رمضان يعني كتبقى دائما كل مجموعه كتبغي توجه لمركز تحقن الدم، الا حنا كنكونوا فرحانين ملي كيتصلوا بينا. وانا دائما موفر لهم الله، واخا يكون حتى 10 الحافلات يوميا ما عنديش يعني ما عندي حتى شي مشكل ولا شي احراج ولا، بالعكس كنفرح ملي كيعيط لي شي انسان كيقول لي اخويا راه بينا واحد المجموعه وبغينا نمشيو نتبرعوا واش يمكن لك تساعدنا بوسائل النقل. الا كنقول له بالعكس انا اللي فرحان وانا اللي كنشكرك نيابه انت على ديك المرضى، لان كما تعرفون ان الدم شهر اصلا هو من غير شهر رمضان كيكون عليه قليل، وكذلك من بعد شهر رمضان كيكون قل بزاف يعني كيحتاجوا بنك الدم كيكونوا واقفين عليه. وعلاش اخويا الانسان ما يخسر والو، غادي يمشي واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه وكيما عطى داك الدم ديالو راه كينقذ واحد ثلاثه الارواح، وكيستافد حتى هو كذلك التحاليل بالمجان، وهذا عمل خيري راه ربي اللي كيجزي عليه. وكنتمناو تم يعني تمنا هنا كنطلب من العمل الجمعويين الله يرحم ليهم الوالدين حتى هما يديروا يدينا في يديهم، وتمنا هنا حتى هما يديروا هذه الحملات ديال الدم، لان هذا راه كتنقذ ارواح وحده اخرى، نقدر نكون انا ولا هو ولا انت ولا اي واحد يحتاج لهذه الماده. انا راه الاشاره ديال الجميع يعني لا المجتمع مدني ولا ساكنه كل شيء هنا بمدينه فاس، انا تحت الاشاره لاي واحد بغى يتنقل. اخويا شنو نقولك، شوف انا دائما منذ بدايه الجائحه وانا كنقولها النقل بالمجان لجميع الاعمال الخيريه، علاش انا ولد الشعب ولد هذه البلاد، انا ولد الشعب وتا انا انسان يعني كانسان بدا من الصفر وربي الحمد لله ما خيبش، وكما كنقولها دائما كنقول ربي راه عطاك، الا عطى الانسان لا كيعطيه باش يساعد واحد اخر، ماشي كيعطيه باش يزيدها في راس ماله ولا يعني خبعه ولا، بالعكس اخويا حنا ربي كيعطينا كنعطيو، كنطلبوا ربي واخا كنحس براسي بانني كنعطي القليل القليل، كنطلبوا ربي زيدوا ونزيدوا ونزيدوا. اما بالنسبه للنقل اخويا راه دائما بالمجان، وخاصه فهذا الشيء ديال تصفيه الدم ولا التبرع بالدم، وكذلك الجمعيات من اجل جميع الاعمال الخيريه راني دائما مد يدي، والناس فاس ساكنه فاس راه كتشهد على هذه الاعمال هذه، وانا كنكون جد فخور ملي كن يعني كنساعد واحد اخر، لان حتى حنا مرينا في نفس الظروف، حتى حنا كنا ما عندناش باش نقولوا عندنا، عندنا رحمه الله تعالى، ولكن ربي عطانا مازال كنشوفوا لذاك الفئه اللي كبرنا فيها. وكما تعلمون ان مدينه فاس راكم عارفينها، هي الرحمه اللي وصى عليها ربي، هي يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. من هذا المنبر كنغتنموا الفرصه باش كنشكروا جريده اصوات اللي وكبت الحمله ديال هذه العشيه اللي درنا بمساعدة السيد محمد الشيشي رئيس جمعية أهلا الشباب، اللي كنقدموا له الشكر لا هو ولا الناس الأعضاء اللي جاوا تبرعوا اليوم بالدم، الله يكثر خيرهم وشكرا لهم. وكنشكروا كذلك الناس ديال المركز تحقن الدم حتى هما اللي كيصبروا مع الناس ويعني وكيزيدوا فوق الوقت، وكذلك السلطات المحلية، وكذلك ما نساوش السائق اللي معنا مساكن يعني فوق الراحة ديالو كتقول له واش تمشي دير واحد العمل كيقول لك مرحبا أنا موجود. والشكر للجميع وكذلك للجميع الجميع كل ما كي يبغي الخير لهذه البلاد اخويا كنشكروه، ونتمناو يعني دائما نبقاو كما كنت كنقولوا شحال هذه دائما يد في يد ونتعاونوا كاملين. واللي بغى يتواصل معنا الرقم ديالنا 06 61 77 58 23، فيه حتى الواتساب اللي ما تمكنتش يعني باش جاوب يخلي لي رساله في الواتساب. اي مجموعه بغات تطلع تبرع انا دائما راه الاشاره معكم. محمد تشيشي رئيس جمعيه اهلا شباب،
سعداء جدا أن نتواجد معكم في هذا اليوم في إطار حملة التبرع بالدم في نسختها 11 التي تنظمها جمعية أهلا شباب بتنسيق وبشراكة مع المركز الجهوي لتحقن الدم. حملتنا اليوم هي بعين المكان يعني بالمركز الجهوي لتحقن الدم بشراكة مع شركة زيربو للنقل اللي كتوفر النقل يعني كاع المواطنين وكاع الجمعيات اللي كيبغيو يلبيو هذا النداء ديال الإنسانية نداء الحياة. سعداء جدا أننا طرف هذه الحملة هذه هي الأولى هذه السنة والحادية عشرة منذ تأسيس الجمعية. هذا واجب إنساني وواجب الحياة، فقطرة الدم أمل حياة، وكما قال عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالحمد لله مجرد ما كنلقوا النداء ديال هذه الحملات كنلقاو تجاوب وإقبال كبير من مختلف فئات العمرية وخصوصا الشباب، سواء شباب المنخرط بجمعية أهلا شباب أو باقي شباب المنطقة، وكذلك من مختلف الفئات العمرية. وهذا الشيء كيبعث على الفخر وعلى السعادة الحمد لله، ومازال الخير. فمتبرع واحد ممكن يساهم في إنقاذ 3 ديال الأشخاص، ويعني ما خصناش نصغروا هكذا نشاط وهكذا مبادرة وهكذا واجب إنساني. وهذا الشيء ماشي غريب علينا الحمد لله كمغاربة. معكم محمد العرساوي، ساكن في باب الخوخة. احنا اليوم جينا لهنا باش نتبرعوا بالدم بعد ما تلقينا منين بعد ما عرفنا انه كاين هاد الحملة ديال التبرع بالدم، وما تردناش حتى شوية باش نجيو نتبرعوا. جينا مع جمعية أهلا شباب وكنحاولوا نوفروا زعما كما اليوم حنايا غنعطيو الدم نقدروا غدا نحتاجوا حنايا ولا يحتاجوا اخ ديالنا ولا شي حد اللي كنعرفوه. ونتمنوا هادشي اللي كنديروا يكون في صالح الوطن ديالنا وباش نزيدوا القدام. اللي عارفين انه كلشي بالمجان وحنا جايين نتبرعوا لسميتو لصالح الوطن ولوجه الله. سميتي محمد محفوظ من بافتوح، جينا لهنا باش نتبرعوا بالدم من لوجه الله. بالنسبة لهذه الحملة هي فابور ترانسبور أي حاجة فابور، جينا باش ندعموا الناس اللي محتاجين للدم وعارف نحتاجوا حنايا من بعد. وكنقول كنوجه الكلمة ديالي للشباب اللي يمكن لهم يتبرعوا بالدم ما يتردوش، حيت راه مع الأيام راه يمكن لهم هما اللي يحتاجوه وديك الساعة تلقاوه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.